النهارده وزاره التموين والتجاره الداخليه كانت بتفتتح معرض فود افريكا. المعرض ده بيعتبر واحد من اهم واكبر المعارض التجاريه الدوليه المتخصصه في الصناعات الغذائيه والزراعيه على مستوى القاره بقى الافريقيه كلها. كاميرتنا كانت هناك النهارده، كاميرا مصر الجديده كانت هناك، خلينا نشوف جابت لنا ايه. تذوق فرص النمو، هذا هو الشعار الذي اتخذه معرض فود أفريكا لتشارك تحت مظلته 400 شركة تعمل في مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية من 22 دولة، والذي أقيم بمركز مصر للمعارض بالقاهرة. النهاردة بص وشوف الجودة بتاعتنا، في ناس بتصدر لألمانيا، وإحنا نفس فينا بنصدر لأمريكا، وشركات أخرى بتصدر لكافة منطقة الشرق الأوسط وكذلك أفريقيا. الاهتمام بالجودة وضمانها يؤدي إلى الاستمرارية، ولذلك النهاردة ليس فقط الشركات الصانعة والشركات المشتركة، ولكن هيئة سلامة الغذاء حاضرة، المواصفات والجودة حاضرين، تنمية الصعيد حاضرة، التنمية الصناعية حاضرة. المعرض الذي افتتح دورته السادسة اليوم يتيح للشركات فرصة عرض منتجاتها والوصول إلى القطاع الزراعي الكبير في مصر، حيث ينظم مجموعة من الندوات وورش العمل المتعلقة بسلامة الغذاء. أنا نفسي إن احنا تواجدنا في المعرض ما يبقاش مجرد إن احنا بنشوف المنتجات ونفخر بيها، ولكن إن احنا نستشرف فرص سواء لزيادة الناتج المحلي أو زيادة فرصة الصادرات. نتمنى إن شاء الله إن احنا تبقى في فرصة إن احنا نقدر نخترق أسواق جديدة في إن كان في السوق الأوروبي أو السوق الأفريقي برضو، لأن طبعا دي من الأسواق الواعدة. مصر تسعى من خلال المعرض أن تزيد من صادراتها الغذائية والزراعية التي سجلت خلال أول 9 أشهر من هذا العام نحو 3.1 مليار دولار، محققة زيادة تخطت 18% عن إجمالي صادراتها لعام 2020. فود أفريكا هو نقطة فاعلة في تطوير القطاعين الغذائي والزراعي بالاقتصاد المصري، والذي من شأنه أن يحقق تكاملا غذائيا مهما بين دول القارة الإفريقية. كريم صبري، مصر الجديدة، ETC.